كنت بتدور على ايه ولا وانا ساعدتك؟ 60 جنيه معرفش سقطوا مني فين. ما انا خدته وانا مش قايله لك. انا قايله لك هاخدهم عشان المستشفى. انا كان عندي استشاره النهارده في الفرنساوي وانت قلت لي هوديكي، صحيت الصبح ما لقيتكش. وعملت ايه؟ ولا حاجه. ما يقولوني ابني لما مشوني وقالوا لي تعالي يوم السبت اللي جاي. معلش يا امه ما تزعليش، اصلي مكروه. انا مش زعلانه منك يا ابن الموجوزه، انا زعلانه عشانك يا ولد.